على هامش اللقاء السنوي التنسيقي الثاني الذي تعقده تعاونية حليب الساقية الحمراء، وفي إطار مشروع تحسين المردودية الإنتاجية وظروف عيش الفلاحين بالمحيط السقوي بفم الواد المتواجد بضواحي مدينة العيون، قام ممثل الشركاء المشاركون في هذا اللقاء بزيارة تفقدية لمختبر التحاليل المتواجد بضيعة الأبحاث التابعة للمعهد الوطني للبحث الزراعي، قصد الاطلاع على آخر الترتيبات لهذه المنشأة العلمية والتي تعد الأولى من نوعها بالمناطق الجنوبية من المملكة. احنا كتعاونية وكممثلين الفلاحة هون طبيعة الحال فرحانين بهذا الإنجاز اللي هو تم بهذا الكونفونسيون اللي هي ما بين لا روشيرش والفونداسيون فوس بوكرا وتعاونية حليب الساقية الحمراء والناس ديال لا ديرة والناس ديال ليكبا اللي هما اليوم أصبحنا عندنا واحد لابوراتوار اللي هو كيتميز بجميع المواصفات واللي الفلاح من غدا يمكن له يشد التحاليل ديال الماء ديالو ديال الارض ديالو ويجي لابوراتوار اللي هو حداه قريب حداه ويعدل لي زاناليز يمكن يكون مجانا باش يستفاد من هذا من هذا من هذا لابوراتوار. حقيقه حنا لنا الشرف الكبير لان هذا لابوراتوار هو اللي كيمثل الجنوب بصفه عامه، يمكن الناس ديال الداخله وديال السماره وديال الاقاليم الجنوبيه يمكن لابوراتوار الوحيد اللي كان في الجنوب دريك من غير لابوراتوار ديال اكادير، وهذا اليوم اللي هو اصبح لابوراتوار ديال فم الواد واللي حنا كفلاحه وكساكنه في هذه المنطقه وكتعاونيه فلاحيه كيهمنا الامر 100% باش يكون واحد لابوراتوار اللي هو بزرنا واللي واكبنا. وهذا المختبر ديال البحث الزراعي اللي قادناه في الضيعه ديال العيون لتمكين الفلاحة من 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 تحاليل ديال التربة ديالهم المياه ديالهم وكذلك النباتات خصوص الملوحة اللي عندهم، فالمختبر مجهز بمعدات لمعرفة ملوحات الأرض ملوحات المياه مكونات ديال التربة كذلك، وكذلك فيه تجهيزات أخرى ومن هنا مستقبلا إن شاء الله غادي نجهزوه بأجهزة أخرى اللي كتمكن من تحاليل أخرى اللي هي متطورة جدا خصوص أمراض النباتات ومعدات أخرى إن شاء الله بإذن الله. التحليلات اللي يمكن نقوم بها في هذا المختبر فهي كتخص الملوحه ديال التربه وديال الماء وكذلك الحموضه، بالاضافه الى التحاليل ديال العناصر الاساسيه كالازوت الفوسفور بوتاس والعناصر الرئيسيه والعناصر الثانويه في التربه، بالاضافه الى تحليل جوده الماء من ناحيه الملوحه ومن ناحيه تركيز العناصر بحال الصوديوم وبحال الكلور وبحال الكالسيوم في الماء والحموضه ديالو الملوحه والحموضه. بالنسبه للنبات تحليل النبات كنعرفوا شحال فيه شحال تقريبا النبات كياخذ من الارض ديال لازوت ديال الفوسفور ديال البوتاس باش كنعرفوا واش هذوك الاملاح المعدنيه اللي كنعطيو لهذيك التربه واش كافيين او غير كافيين، وكذلك الكميات الكافيه اللازمه من هذه العناصر المغذيه اللي خصنا نعطيو لهذه الزراعات العلفيه باش يمكن نحصلوا على انتاجيه تكون مزيانه في هذه التربه اللي مالحه وباستعمال مياه مالحه. التحاليل اللي غادي نقوموا الفلاحه فهي بالمجان مختبر ديال الفلاحه لانهم هما جهزوه معنا هما كانوا حاضرين معنا في هذا المشروع ديال فرص بكرة، ونتمنوا مستقبلا يساهموا معنا دائما باش تكون هذه التحاليل وهذه تنفعهم في الانتاجيه ديالهم في خصوص المردوديه ديال الزراعه ديالهم.